ورحمة الله وبركاته. معكم ميس عائشة دي إنجليش تيتشر. هناخد زي ما قلنا كورسات إنجليزي نتعلم فيها الجرامر والفونكس والديالوج وكل اللي يخطر على بالكم في الإنجليش. بس طبعا زي ما قلت كده للطلاب الحلوين لازم نبتدي من الحرف. في ناس هتستغرب الحروف، طب ما احنا واخدين الحروف دي من زمان وعارفينها. لا، هنبتدي من الحروف عشان نبقى كده بادئين على نظافة زي ما بنقول. وتعالوا، الحروف معظمها هتلاقينا عارفينها بالنطق الصح، لكن في كم حرف كده هتلاقي النطق بتاعه غلط، وده مش عيب منكم، هو عيب ان احنا اتعلمناه كده. وتعالوا نعرف نطق الحروف دي، لان هركز كده على كام حرف هو ده اللي بسمعه من الطلبه عندي خطا، وعلى طول بصححه للتلامذه عندي. فتعالوا نشوف اول حرف هنبتدي بيه، هتلاقيها الحروف اللي بادئه بآ زي حرف الحرف ده معظمنا بينطقه اف. النطق ده غلط، هو اسمها اف 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 اف. في حرف تاني زي حرف اتش اتش اتش، لو نطقت الحرف ده اتش انا كده بنطق كلمة اتش اللي هي الحكة الجلدية، فتبقى الكلمة يعني كده انت نطقت كلمة ما نطقتش حرف، اسمه اتش اتش اتش. ال 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 مش اسمه ال، برضو هنبقى دخلنا في كلمة ال اللي هو مريض، لا اسمه ال ال. ام 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 مش ام، ام دي غلط. ان 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 اس 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 مش اس، اس نطقها غلط. اس اس اس. اخر حرف اكس مش اكس، زي ما بسمع كده التلامذه عندي بيقولوها، اسمها اكس اكس اكس. ويا ريت يا جماعه ما ننكسفش واحنا بننطق، انا ما انكسفتش ان انا انطق لكم الحروف كده، فيا ريت ما ننكسفش كده ونقعد قدام الفيديو وننطقه مره واثنين وثلاثه، مرة في مرة لساني هياخد على النطق الصح. يبقى تاني F F H H L L M M N N S S X X. الحروف دي اللي بلاحظ ان الاطفال او التلاميذ اللي عندي بينطقوها غلط، فياريت نعرف ان الحروف دي كلها بتبتدي بآ مش اي، بتبتدي بآ بتبدأ بآ. طيب في حاجة تانية عايزين نعرفها يا جماعة، عايزين نعرف عدد الحروف الإنجليزية كم حرف. الحروف الإنجليزية مكونة من 26 حرف، يبقى الحروف الإنجليزية مكونة من 26 حرف، بس في فرق عندنا بين اسم الحرف وصوت الحرف. اسم الحرف يعني ايه وصوت الحرف يعني ايه؟ اسم الحرف اسمه، زي ما بقول مثلا ألف ده اسم الحرف، لكن صوته بيختلف من كلمة لكلمة. لو قلنا أحمد آآ ده صوت الألف، إبراهيم إي ده صوت الألف. فهنا الأصوات هتلاقي الأصوات أكتر من عدد الحروف دايما. طب عندنا في الإنجليزي الحروف زي ما قلنا 26 حرف، أمال الأصوات كام يا ميس؟ الأصوات 44 حرف 44 حرف. إيه ده؟ ده أصوات كتيرة قوي. لا مش كتير، لو إحنا تعلمناها على مراحل هتبقى سهلة جدا. وصوت الحرف يا جماعة هو اللي بيخليني أطلع كلمة الإنجليش صح، اللي بيخليني أنطقها صح، تطلع من لساني صح. طيب هنلاقي في اللغة العربية أصوات الحروف كتير جدا، أكتر من 44 حرف، الفتحة والكسرة والضم والسكون والحاجات دي كلها اسمها أصوات الحرف في اللغة العربية. أمال يعني إيه 44 حرف 44 صوت؟ 44 صوت يعني الحرف ممكن يبقى ليه أكتر من صوت، زي مثلا حرف السي هتلاقي بننطقه ساعات سي وساعات بننطقه كي.
امتى بنطقه سي وامتى بنطقه كي. طيب ايه اهم حروف حديها لكم في الحصه دي؟ هناخد الاي والاي والاي والاو واليو. تعالوا بقى ناخد الحروف اللي يعني بتغلبنا شوية في النطق، أو في ناس كتيرة بتستصعبها، حتى معايا ناس كبيرة، ستات كبيرة وبنات كبيرة، بتبقى دي أكتر حروف بتغلبنا شوية أو بتتعبنا شوية في الفونيكس. اولا الحروف دي هتلاقيها في وسط كده مدرسين الانجليش، اسمها الحروف الشائيه، اسمها الحروف المتحركه. هي علشان الخمس حروف دول اهم خمس حروف او من اصعب الحروف في النطق، فهنيجي هنقولهم تاني: الاي الاي الاو الاي اليو، ونعملهم على ايدينا خمسه بصوابع ايدينا: اي اي او اي يو. اول حاجه هتلاقي الحرف ده بيختلف النطق بتاعه في موضع الكلمة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت اقول الاي في اول الكلمة، هنبتدي هو بحرف الاي، بتتنطق علي احمد، لكن بالفتحة يا جماعة مش بالكسرة. طيب لو جينا الاي دي جت في نص او في اخر الكلمة، بتبقى زي مد الالف، بنفتح فيها بقنا سنة بسيطة. زي ايه؟ لو لقيت كلمة arm arm a a a arm، طب جينا بقى نحط للاي ديت في نص الكلمه farm ف ف ف اهي farm، يبقى شوفوا الفرق: arm a farm، ما اتنطقتش، اتاخدت كده زي الفتحه farm farm. هنلاقيها في كل الكلمات كده، يعني هنلاقي كلمة بات اهي، قار قا قا قا، با با با، جت في اخر الكلمة بيتزا بيتزا بيتزا، زا زا، فتحنا بقنا كده شوية. امبريلا امبريلا امبريلا، فتحنا برضو بقنا شوية. يبقى حرف الاي عرفنا ان هو في اول الكلمة arm and apple، في نص الكلمة بنفتح فيه بقنا cat car bag. طيب حرف الاي، حرف الاي كنا احنا بنكسره الاول، بنقول اي، ودي بقى من الحاجات اللي كانت بتتعلم غلط، ما بنقولش اج، لا بنقول اج اج، يبقى مش بنكسر فيه زي ما احنا كنا فاكرين. حرف الاي اهي اج اج اج، اي اي، ما قلتش اي، لا اي اي اي، تلاقي بقى بيتقفل سنه بسيطه. اير اير، مش اسمها اير، واكثر اليفانت اليفانت اليفانت. طب جه يمس في نص الكلمة برضو ما اكسرش فيه، يعني ايه؟ يعني لو جالي اي كلمة pen 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 pen، ما قلتش بين، لا pen pen pen، اي كلمة فيها ايه ما بكسرهاش. جالي number ten ten ten، ما كسرتش ten، ما قلش تن، تن دي غلط، وما نعلمش عيالنا غلط، لان هيثبت معاهم وهيبقى فيه صعوبه جدا ان احنا نعلمهم الصح. يبقى خدنا حرف الاي، حرف الاي، تعالوا حرف الاو. حرف الاو مش بنضم فيه زي ما احنا كنا متخيلين الاول، لا بنطق كلمات فيها او: فوكس فوكس فوكس، ما اقولش فوكس، لا غلط، مش فو، لا فوكس فوكس، باكس 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 اهي، باكس على طول، باكس باكس. وحتى حرف الاو لو جه وراه حرف متحرك بيتنطق كده: كوت كوت كوت. لو اي كلمه زي فوت فوت فيها دبل او، ما اقولش فوت، لا فوت فوت.
بقلنا حرفين، حرف الاي وحرف اليو. حرف الاي يا جماعة بنكسر فيه سنة. بمعنى ايه؟ بمعنى وضع بقي بيبقى زي ما اكون هبتسم كده، شفايفي بتبقى كأني هبتسم كده. زي ايه؟ زي كلمة تن اهي، تن 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 اهي. في فرق بين تن والتن. كلمة زي كلمة سن سن سن. ما كسرتش برضو، ما قلت او ما نطقت الساين. لو جالي كلمة فيها حرف حرفين متحركين بس الاي الاول، بنطق الاي اي، بايك باي باي. ليه الاي اتنطقت اي؟ علشان بعديها حرف متحرك في الكلمة زي الاي. بايك لايك كايت هي. هنا بقى اتنطقت بالفويس بتاعها الاي. يبقى الاي لو جت في كلمة ما فيهاش غير حرف متحرك الاي بس، مش بننطقها الاي، بيدوبك تايم سن تن كده. اخر حرف معانا حرف اليو. حرف اليو يا جماعة بيعامل في اول الكلمة حرف الاي. زي ايه؟ اب اب اب، امبريلا امبريلا، يبقى حرف اليو هنا تعامل معاملة الايه؟ اليو. طب في نص الكلمة لا، بيختلف عن حرف الاي. يبقى اليو في أول الكلمة زي الاي في نص الكلمة. يعني تعالوا ناخد كلمتين شكل بعض بس دي بالاي ودي باليو. زي كلمة ايه؟ باج باج باج، يعني شنطة. بج بج بج، يعني حشرة البق. يبقى هنا زي كلمة ايه؟ كات كات كات. شوف الايه اتنطقت ازاي. كات كات كات. شوف الفرق بين ات وات، اج واج. وكده نبقى خلصنا يا جماعة الحروف اللي بتتعبنا شوية في الفويس او الصوتيات. طب هو كده خلصت؟ لا طبعا، احنا يدوبك خدنا فكرة عن الصوتيات. هنبدأ من الفيديو الجاي ناخد الحروف من الاول، ونعرف ايه كل حرفين بيتنطقوا ايه، زي التي اتش والسي اتش، وناخد عليها امثلة كتير. وياريت نعمل كده، نفعل الجرس ونشترك وندخل اصحابنا علشان كلنا نستفيد. القاكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.